الحقيقة أنه رئيس السيسي دائم التأكيد على أنه كنز أمتنا الحقيقي هو بناء الإنسان بالزبط. وجزء من عملية البناء طبعا جزء لا يتجزأ، وربما من أبرز وأهم الأجزاء مسألة الصحة طبعا. والحقيقة منذ قدوم الرئيس كان فيه اهتمام خاص بهذه اللي كانت أزمة بالنسبة لنا في الدولة المصرية، وحدث فيها تقدم بشكل كبير جدا طبعا. رؤية حضرتك إيه لهذه المبادرات؟ شوفي، أنا رؤيتي أن الرئيس السيسي بيتميز بحاجة، يعني مش كل القادة عندهم الميزة دي، انه بيتابع. فهو يعني لسه مؤخرا كان مجتمع مع رئيس الوزارة ووزير الصحة. ليه؟ لانه هو يعني زي ما تقولي كل وجدانه مع المواطن المصري، وخصوصا المواطن اللي ما عندوش امكانيات. يعني ففكرة العلاج والعناية الصحية بكل الأمراض اللي ممكن حد يتخيلها، يعني أمراض قلب، أمراض سرطان، أورام، يعني كلى، كبد، سل، مش يعني كل الحاجات دي كلها محطوط لها قوائم، يعني علشان العناية بكل المصابين، حتى اللي بيتولدوا عندهم، حتى صحيح الرضع أو الحديث يعني الولادة، يعني لهم مبادرات أو السمع أو يعني في حد مهتم، يعني حتى بالتراب المصري كل حاجة هو مهتم بيها، وده بيدي إحساس بالطمأنينة. وبعدين كمان فكرة الحياة كريمة اللي حصلت في قرى كتير يعني من مصرية، ما دي كمان شوفي كل في قرى اتفتح فيها مستشفيات، وكل المحافظات مئات المستشفيات. فكل ده بيدي إحساس للمواطن بالطمأنينة. عارفة لما أنا لما أحس إن أنا لو تعبت محدش هيسأل فيا، أنا بتعب زيادة. لو حسيت حتى وأنا تعبانة إن فيها يبقى فيه اهتمام بيا، بخف أسرع ويمكن بخلص من المرض إلى آخر. يعني العامل النفسي مهم جدا جدا جدا. فإحنا النهاردة يعني في اهتمام بأصغر مرض وأكبر مرض. فكرة وقوائم الانتظار. نعم. قوائم الانتظار دي بقالها سنين، فشوف النهاردة كلها بتمشي. وكمان في حاجة تانية مهمة جدا. يعني أنا النهاردة كنت بقول طب إزاي يعني إحنا لو عايزين يعني نتعالج في طريقة في المواقع اللي أنت ممكن تطلبي فيه بالظبط. صحيح. يعني بس ده عايز توعية بقى. عايز إحنا مثلا نقول للجماهير، للناس اللي بتتفرج الموقع الفلاني، مش كل الناس بتعرف تتعامل كمان على الانترنت، بس اعتقد انه لو راح لاي مستشفى حكومي ممكن يوصلوا بسهوله. كله يعني كده بقى الوقت هيبقى كله ارقام. بس عايز اسال حضرتك سؤال. نعم. كمان فكره الحقيقه انه الاهتمام بالصحه دي فكره ايضا اقتصاديه، لانه انا لما اعمل كشف مبكر انا بوفر فلوس كتير جدا من مساله انه انا اعالج بعدين بالزبط. في حاله المرض لا قدر الله. بالظبط. يعني شوفي انت يعني حتى ده النهارده في مثل غريب، يعني النهارده ملك انجلترا طلع عنده سرطان. صحيح. فهو بيبتسم وبيحيي الناس، والناس كلها بتقول انه احسن حاجه انه اكتشف السرطان مبكر. فبقى في تفاؤل بالشفاء التام. هي دي الفكرة. عشان كده المتابعة مهمة جدا جدا جدا. لأن في مثلا لو مثلا وزير يقول لك أنا وزير الصحة وبتاع، وياخد المكتب ويقفله ويبقى خلاص بقى كده، لا. هو دلوقتي في رئيس، كل وزير عارف إنه ممكن يتابع وإنه ممكن يسائل، أنت ليه ما عملت كذا؟ أنت ليه ما عملتش كذا؟ يعني في النهاردة كمان طلب من الرئيس إن كل الـ يعني كل الأماكن تتطور طبيا. يعني معهد ناصر ده هيبقى مدينة طبية تستوعب شوفي كام، يعني الألفات ويمكن الملايين. فهي دي الفكرة اللي بتدي تفاؤل. يعني احنا متفائلين النهاردة بأنه زي ما انت قلتي كده، يعني لما هيبقى الأمراض بتتعالج في بدايتها، وكمان في وقاية، يعني في للأطفال ياخدوا كذا فيتامين، ياخدوا يعملوا كذا، يعني في حاجات كتير بتحسسنا ان احنا بقينا دولة.